عندما فتحت المدينة يعني رجعوا بشكل سريع. وأيضا نحتاج إلى يعني هذه العودة تحتاج منا كحكومة محلية وأيضا كحكومة مركزية إلى تقديم الدعم الكبير لغرض تأهيل ما تضرر من البنية التحتية، لكنه المعروف أنه الآن الوضع الاقتصادي للبلد وضع صعب، يعني فنحتاج إلى يعني مساعدة سواء الدول المانحة والمنظمات المجتمع الدولي. مدينة الفلوجة اليوم ما بها نهائيا أي وجود لأي عصابات من أفراد من عصابات داعش الإرهابي، سوى الخطر الذي يحدق بنا بمناطق الغربية اللي هي مناطق أدنى بقت أدنى أجزاء لأقضية قضاء راوة وعانة والقائم، وبانتظار نهاية إن شاء الله انتصاراتنا المتحققة للقطاعات الأمنية في معارك الموصل تحرير الموصل لحسم المعركة النهائية. يعني هذا بيت يعني شنو دربيه؟